الكرة الثابتة، وإحنا نعرف أنه فاهم بوعزة ينفذ كما ينبغي ويسدد كرات بامتياز في مثل هذه الوضعيات. إذا فاهم بوعزة والهدف، فاهم بوعزة والهدف الأول لصالح شباب بن وزداد، والهدف الأول لصالح شباب بن وزداد، لأنه الكرة كانت خطيرة في مكان خطير جدا، والفريق فريق شباب بن وزداد يسجل الإصابة الأولى لصالح فريق لفريقه عن طريق فاهم بوعزة البشري، وما تمكنش الحارس بوصوف أنه يعني يكون في اتجاه الكرة، شال اتجاه الكرة ولكن صعبة 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 كثير. كرة منفذة كما ينبغي. نعم.